الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، سنن ابن ماجه، كتاب الدعاء، باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد الطنافسي من أصحاب الحزب التراوي له جماعة، قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي التنين، قال حدثنا سفيان هو شيخه المباشر، هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، قال في مجلس الأعمش منذ 50 سنة حدثنا عمرو بن مرة الجملي بن طارق بن الحارث أبو عبد الله أقيل أبو عبد الرحمن شعبة، قال كان أكثرهم علما، أبو حاتم الرازي قال ثقة لكنه كان يرى الإرجاء، وقلنا لا تسقطه البدعة، لا تسقط صاحبها، يعني لا تسقط رواياته، فهو ثقة. قال ابن خالد عن عبد الله بن الحارث المكتب الزبيدي النجراني، قال معين سبت، نعم، قال سئي ثقة وذكر المحبان في الثقات، عن طريق ابن قيس الحنفي الكوفي كان من الثقات، قال أبو زرع الرازي ثقة، قال سئي ثقة، نعم، عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه من العبادة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطيعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا، إليك مخبتا، مخبتا هنا بمعنى متواضعا متمسكنا خاشعا ذليلا، نعم، إليك أواها منيبا، رجاعا توابا، أواها من التأوه يعني متضرعا باكيا نادما، نعم، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي أي ذنوبي، وأجب دعوتي، واهد قلبي، وسدد لساني، وثبت حجتي، واسلل سخيمة قلبي يعني حقد قلبي، والقلب الحاقد قلب لا يقبل عند الله جل وعلا، القلب الحاقد لا يقبله الله جل وعلا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والمأثور أولى لك من كل ما تريد أن تدعو به، لأنك تتمثل بكلام النبي وهو الأقرب إلى رضوان الله جل وعلا، وهو وحي من الله، وبهذا ترتفع عند ربك درجة، نعم. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي، يعني ربي أعني على الطاعة، وأعني على من ظلمني، وأعني على من هضم حقي، وأعني على من يتقوى علي، فأعني عليه يا رب العالمين. وهذه فيها أولا دعوة الافتقار وإظهار الفقر والمسكنة والفاقة والعجز أمام الله جل وعلا، مع الدعاء: رب أعني فالقوة منك، نعم، وهنا أعني على الديمومة، هنا في هذا الباب أعني على الطاعة، أعني على البعد عن المعصية، أعني على رضوانك. قال: رب أعني ولا تعن علي. في قولي رب أعني ولا تعن علي، يعني لا تنصر أحدا علي ولا تقدم علي. هذه المسألة لابد أن يفهم منها شيء، كيف يدعو بذلك؟ نعم، هو يدعو ألا يجعل الله جل وعلا الإعانة عليه، أن يعين أحدا عليه، وهذا يكون بسبب نفسي، أن يكون قد ظلم قد بغى قد طغى، يسلط الله عليه من لا يرحمه ولا يخاف الله جل وعلا فيه، فيكون بذلك أعان عليه. وهذه فيها أن المرء لا يرتضي أن يتملكه أحد أو يتمكن فيه أحد، فإن غلبة الرجال فيها ما فيها من القهر والظلم، فيها ما فيها من كسر النفس، والعبد لا ينكسر
ولا يقهر بل ولا يظهر ضعفه إلا أمام الله جل في علاه. قال ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي، يعني انصرني. فهذه يعني هل يدخل فيها بطلبة العلم عندما يتنازع في خصومة بينه وبين عالم آخر في مسألة فيقول انصرني ولا تنصر علي؟ لا، ليس كذلك، ولا يدخل في هذا، ولا بد أن يستثنى من هذا الباب ما كان فيه الخير وما كان فيه نصرة الدين. الإمام الشافعي يقول: ما نظرت أحدا قط وتمنيت أن يكون الحق معي، بل دعوت الله كثيرا أن يكون الحق معه، لذلك ما غلب في مناظرة قط. رب لا، رب انصرني ولا تنصر علي، يعني انصرني على أعدائي ولا تنصر أعدائي علي. وقد يجعل الله النصرة لأعدائكم عليكم بسبب تفريطكم، بسبب منكم. وغزوة أحد ليست منكم ببعيد. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رتب الأماكن ووضع كل إنسان في مكانه وموضعه الصحيح، قال للرماة على الجبل، قال: لو تخطفتنا الطير، لو رأيتم منا أن تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. وكانت الغلبة لأهل الإسلام، فقالوا: الغنيمة الغنيمة. قال كبيرهم وكان أعقلهم وأفقههم، فقال: أما قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم لو تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم؟ فقالوا: الغنيمة الغنيمة. فنزلوا، فماذا حدث؟ خالد انتظر ذلك فدار، سبحان الله، فدار حتى جعل الله النصرة، يعني أو جعل الغلبة لهم. وهذا كله بسبب أنهم قد فرطوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنصر عليهم هنا. قال الله جل في علاه: أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ولذلك ابن تيمية يقول إن الله قد ينصر الدولة الكافرة بعدلها، إن كانت صاحبة قضية وكان فيها عدل ينصرها الله جل في علاه حتى على الدولة المسلمة الظالمة. لذلك قال: وانصرني ولا تنصر علي، يعني انصرني وهيئ لي النصر وهيئ لي أسباب النصر، ولا تنصر عليها، لا تمكن مني الكفرة الفجرة. وهذا كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا ربه ورفع يديه وقال دعا الله وعهده ألا يمس كافرا ولا يمس كافر، حتى جاء الدبر فأبعد جثته عنهم. الغرض المقصود بأنه هنا يقول: وانصرني ولا تنصر علي، يعني لا تنصر علي أهل الكفر بتفريطي، ولا تنصر علي أهل الظلم والفسق والفجور بتفريطي. فإن تمكن فيك من كان لا 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 يخشى فيك الله جل في علاه ولا يرحمك، فاعلم أنك قد أديت بذلك إلى أن تتردى بنفسك. قال: وانصرني ولا تنصر علي، وانصرني ولا تنصر علي، يدخل فيها تحتها أيضا وانصرني على نفسي ولا تنصرها علي، لأن النفس اللوامة والنفس في نزاع كبير بينها وبين الإنسان، إن لم يتغلب عليها بربه لن يتغلب عليها وتتغلب عليه. وامكر لي ولا تمكر علي، قال: وامكر لي ولا تمكر علي. وامكر لي يعني المعنى اجعل الكيد لي لا الكيد علي، بأن جر هؤلاء الأعداء الذين يكيدون لي ويمكرون بي، اجعلها في نحورهم، كما قال الله جل في علاه: ويكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل للكافرين أمهلهم رويدا. قال الله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وقال الله تعالى لعيسى: قال إني متوفيك ورفعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي، إلى آخر الآيات. بأن الله جل في علاه يستدرج الكفر من حيث لا يعلمون، وأن يرد كيدهم في نحرهم، وأن يرد المكر بالمكر ويدافع عن المؤمنين. لذلك قال: وامكر لي ولا تمكر علي، ولا تمكر علي، يعني لا تجرني وتستدرجني بمعصيتي فتستدرجني من حيث لا أعلم وحيث لا أدري. ومن أعظم المكر بالإنسان والكيد به بأنه يحسن له أعماله التي هي فيها هلاكه، فيحسب أنه يحسن صنعة فلا يتراجع عنها، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال: واهدني ويسر الهدى لي. شوف هنا
واهدني هداية الدلالة والشهادة والبيانة، يعني علمني، علمني وبصرني بطريقي طريق الحق. قال ويسر الهدى لي فيسره من قلبي، فيكون الأمر على الهدايتين، هداية البيان والدلالة والشهادة وهداية القلوب. فدعا الله، وهذه مجامع الدعاء، يعني اهدني علمني وبصرني بطريقي، وأيضا اهدي قلبي فإنه لا هداية إلا بهداية القلب. ويسر الهدى لي، فيسر على العلم ويسر على الحفظ ويسر على الإتقان، وأيضا يسر على قلبي قبول ذلك والقبض عليه. قال انصرني على من بغى علي. فهذا كما قال الله تعالى يشفي صدور قوم مؤمنين. الغيظ والحنق يكون بشدة على هؤلاء، أن كافرا لا يسوي شيئا يترفع عليه أو أن يكون سببا في إصابة الهم والغم به. قال انصرني على من بغى علي، يعني ارفع عني الظلم وانصرني عليه، فالنصرة عليه فيها ما فيها من الفوائد العظيمة. يأتي الباغي يتراجع ويتزلل أيضا ويأخذ عبرة، والآخر يكون شاكرا، فوائد جمة. وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا فعالا، صيغة مبالغة، والله يحب من عبده أن يكون شكورا، كما قال الله جل وعلا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. هذا كلام عليه، كلام عن إبراهيم عليه السلام. وعن نوح قال أفلا أكون عبدا شكورا. وقد قال الله تعالى فأعملوا آل داود شكرا. وداود الذي قال يا ربي كيف أشكرك وأشكر منك نعمة تحتاج إلى شكر، قال الآن شكرتني. ومحمد لما قيل له في طيلة الليل قال أفلا أكون عبدا شكورا، قال رب اجعلني لك شكارا. قلنا الشكر إذا انفرد نزل تحته الحمد، فهو بالثناء الحسن على الله جل وعلا وعلى جميل الصفات. قال رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، أن يكون ذاكرا لله جل وعلا ولا ينقطع لسانه عن الذكر. طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل لسانك راطبا بذكر الله، وكفى بالذكر نعمة، أنه مجلبة لمعية الله جل وعلا. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يا لها من نعمة أن يكون العبد شكارا ذكارا، هذا اللسان الذي لا يتوقف عن ذكر الله جل وعلا. ففي الحياة وفي الممات الفوز، كل الفوز لمن عطر فمه بذكر الله جل وعلا. وهنا معنى لك ذكر أن أذكرك في البلية وفي النعمة وأيضا في السراء والضراء. واجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، يعني رهبة، خوفا، هلعا. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله أن يوحى بالوحي، أن يأمر بالأمر، تكلم بالوحي، فسمع أهل السماوات له رجفة أو زلزلة في السماء، سمعوا له رجفة كسلسلة، أولا سمعوه كسلسلة على صفوان، فأخذت السماء منه رعدة زلزلة رجفة. قالوا ماذا قال، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي العظيم. قال إليك أواها منيبا، يعني أنه أنيب إليك ربي، كلما زللت رجعت، كلما عصيت رجعت، كلما تخطيت وتجاوزت أنبت وأنت تقبل. والله جل وعلا يقبل من عباده، وإن ألف مرة عاد يعود فيستغفر فيغفر الله له. ربي تقبل توبتي، وهذه التوبة لابد أن تكون سريعة، وتوبة من كل شيء، لا من شيء دون شيء، وإن كانت توبة من شيء دون شيء تقبل في هذا الشيء الذي تابت منه أو تاب منه. وإذا قلنا لا، هو يكون التوبة من كل شيء، رب تقبل توبتي، توبتي مما قدمت ومما أخرت، توبتي مما فعلت أعلنت وأسررت. التوبة فلاح للمؤمن. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنووي يقول تأخير التوبة عن محلها معصية تحتاج إلى توبة، تأخير التوبة عن محلها معصية تحتاج إلى توبة. قال وتقبل توبتي واغسل حوبتي. الحوب هو الإثم، يعني اقبل توبتي
واغفر لي ولا تؤاخذني بسيئاتي. ولذلك ماذا قال؟ قال تقبل توبتي، وهذا منك هو الظن، واقبل توبتي واغسل حوبتي. شوف قال واغسل، واغسل حتى لا يبقي من ضرني من شيء، فلا يبقى منه شيء. قال واغسل حوبتي واجب دعوتي واجعلني مجاب الدعوة، وهذا خير كبير للإنسان أن يكون مجاب الدعوة. وإذا أتم التوحيد كان مستجاب الدعوة، وإذا أكل من الحلال والحل كان مستجاب الدعوة، لأنه قال أجب دعوتي، أخذ بالأسباب التي يكون فيها مستجاب الدعوة، وأجب دعوتي وأهدي قلبي. طبعا إجابة الدعوة كما قلنا لابد أن يكون قد تمثل بالآداب التي فيها، كما قال عمر الخطاب لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. وأهدي قلبي، وهذا الأصل، من هدى الله قلبه فقد أراد له الخير، من هدى الله قلبه فقد أراد له الخير. وإذا أحب الله عبدا مكن الإيمان من قلبه، قال واهدي قلبي وسدد لساني، ويعني تسديد اللسان بعد هداية القلب دلالة على الارتباط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب سيد اللسان، فإن كان على هداية كان اللسان على وتيرة القلب. واهدي قلبي وسدد لساني وثبت حجتي، اجعلني عالما متقنا لي الحجة في كل ما أقول. وهكذا تبرأ الساحة إن كان العالم يتعبد لله جل وعلا بعلم، وإن أخطأ المسألة فله أجر من الأجور. واسلد سخيمة قلبي، شوف هنا لما قال واهدي قلبي يتضمنها اسلد سخيمة قلبي، لكن هو أرادها تخصيصا ليثبت الفاعلية في هذا، ولأنها أشد من الأولى. واسلد سخيمة قلبي يعني امسح عني الغل الذي في قلبي، امسح عني الغل الذي في قلبي لأحد. واسلل سخيمة قلبي، القلب الذي فيه حقد وحسد وغل، فهذه إن تراكمت لا يمكن أن يشعر بإيمان ولا بإسلام، ولا أن يشعر بخير إلا ما أشرب من الشر. وإذا نكتت فيه نكتة سوداء لم تسقل، وإذا نكتت فيه نكتة سوداء في العواقع المعاصر قد يزداد حتى يعلوه الران. لذلك نقول البركة في كبارنا. قال واسل سخيمة قلبي، طهر قلبي من الحقد والغل والحسد. والقلب الطاهر قلب عالم، والقلب الطاهر قلب تقي، والقلب الطاهر قلب ينجو مع 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 سقوط الآخرين، والقلب الطاهر يحظى مكانة عند النبي فاجعله يحظاها عند الله جل في علاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.